ماشي هنا، خد الورق اهو، انت عارف هتعمل ايه. ربنا يقدرنا على فعل الخير يا استاذ يوسف. يا باغي الخير اقبل. الله اكبر. مساء الخير يا فندم، حضرتك الحاجة نادية بنت المحمود مرحوم، قصدي بنت المرحوم محمود زينهم؟ أيوة خير. كل خير يا فندم إن شاء الله. مع حضرتك مندوب شركة نص ضربة، وبنبلغ حضرتك إنك كسبتي معانا خلاط اللي هو أربع سرعات الجديد ده اللي بيطحن الأزاز الإزاز. والله كتر خيرك يا ابني، أمال فين ويعني؟ لا ما هو حضرتك مشكورة، هتيجي معانا المقر الشركة عشان يعني هنصور فيلم وثائقي عن إحساسك بالخلاط وتجربتك الحياتية مع الخلاط. ما هي لو هدية زي ما حضرتك بتقول يبقى حضرتك هتستلمها وتجيبها لي لحد عندي زي كل الهدايا اللي كسبتها قبل كده. أصل حضرتك الخلاط ده وراه جبل الموظفين، فلازم يعني هتمضي على مجموعة من الأوراق الرسمية وكده. خلاص أخش أجيب لك قلم. لا 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 تعالي يا حاجة، قلم إيه؟ أصل ما ينفعش تمضي إلا بقلم الشركة، والقلم موجود في مقر الشركة. خلاص يا ابني أنا واثقة فيك، أنا هعمل لك تفويض وانت تستلمه مكاني. ازاي يا حاجه؟ اتفضلي تعالي معايا. وبعدين بقى انت رغاي كده ليه؟ خلاص مش عايزه، قلت لك انا ست كبيره مش هنزل ومش عايزه خلاط ولا زفت. يلا شكرا يا باي، ده انت رخم. هي فين؟ دي طلعت ست رخمة. يا سام ما تحترم نفسك. اسمع مني يا أستاذ يوسف، الست دي مش عايزة فعل خير، دي عايزة الحرق. أنت مجنون يالا؟ أنت بتتكلم عليها كده ليه؟ أنت ليه محسسني إن أنا بتكلم عن خالتك؟ نص كلمة ما تتكلمش عليها تاني، الناس اللي بنحميها ما بنغلطش فيها، وبعدين أنت عايز تضيع الثواب؟ عندك حق يا أستاذ يوسف، الثواب، بس أعمل إيه؟ ما عصلاجة جامد ومش راضية تنزل معايا. سام إذا أردت شيئا بقوة فاطلق صراحه. هو انت تاني يا ابني؟ ما قلت لك مش جايه معاك. مساء الخير يا حاجه، حضرتك كسبتي معانا التلاجه التلات بيبان. التقليدي في التلاجات ان هما بيبقوا بيبين، ده العادي يعني، انما تلاجتنا فيها باب تالت واحد بيطلع منه يناولك الطلبات. ما انا قلت لك يا اما تجيب لي الهدايا لحد عندي في بيتي يا اما مش عايزه. يا حاجة طب اسمعيني بس، جربيها ده بنت. مساء الخير يا حاجة، حضرتك كسبتي معانا عربية مرسيدس آخر موديل. ما بعرفش أسوق. أنا هسوقها لك يا حاجة. ايه التسول ده؟ ما تشوف لك شغلانه. انا بدور يا كابتن، بدور. مساء الخير يا حجوك، احنا عملنا على حضرتك بحث وعرفنا انك بتتحدي سنك ومقبله على الحياه فكسبناكي موتوسيكل. يا حاجه طب خدي لفه. تعالي معايا يا حاج العسل، البوليس قلب عليك الدنيا. اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه؟ الحاجة نادية، حضرتك كسبتي معانا فيلا في الشيخ زايد في ارقى مكان على النيل. ايه يا حاجة في ايه يا حاجة؟ ايه دي؟ طب صلي على النبي. ايه الست الملبوسة دي؟ يا رب يا رب عايز اعمل خير يا رب. ما تضيعيش عليا الخير اللي انا بعمله. خلاص ما تعيطش ما تعيطش، بس الصراحه انك غثيت. ماشي حاجه معايا. ربنا يخليك يا حاج، ايدك ابوسها. هنرجع للرخامه تاني؟ لا لا خلاص والله هخش اغير هدومي، استنى هنا. ماشي خلاص انا مستنيك، يلا.
اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.